ايوه يا سيد. سيد سامعني؟ انت فين؟ الو. ممكن اعرف مين الراجل ده يا مدام؟ بتعملي ايه في شقته؟ ده علي اخويا. اوكي يا علي. بتنده من جوه دي تبقى امي. الناس اللي شفتهم برا دول عيلتي. ده البيت والحاره اللي انا اتربيت فيها. دول اهلي اللي سلم منعني عنه. 90,000 جنيه اللي انا سحبتهم من البنك، قلت ان انا جبت بيهم خاتم اللي سألك عليه، كان علشان امي هتعمل عملية قلب مفتوح. اديك شايف ما معهمش 90 جنيه، مش 90,000 جنيه. طب وسالم بمنعك ليه؟ ده كان شرط يوم ما اتجوزني عشان ينقذني باللي انا كنت فيه. وايه اللي كنت فيه؟ يا مدام استني بس، يا مدام ما ينفعش كده. ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه؟ استاذ ابو اليزيد بيه، انا نجوى رمضان من طرف ايوه. طب من فضلك استني بره لما اخلص اجتماعي مع الباشا. بارت ايه واستنى ايه؟ انت لازم تسمعني. نام، شوفي حاجه تفوقها، شاي قهوه اي حاجه. انا مش عايزه شاي ولا قهوه ولا باكينام، انا عندي مصيبه ولازم تسمعني. حاضر حاضر، بسرعه يا باكينام. انا شفتك فيها بنت قبل كده، جيتي المحل شكلها كده عندها مشكله. ما تشوف مالها دي. نخلص شغلنا الاول. كنت شربت لها حاجه وفايت من اللي هي فيه. انت مش شامم ريحه الخمره اللي ملت المكتب؟ هو الشغل يعني هيطير؟ اما امر غريب يا اخي، الذوق بيقول لك ليديز فيرست. ليديز وفيرست. انا فجاه لقيته في طريقي، ما اعرفش طلع منين، وقبل ما فرمل راح طاير على كبوت العربيه، وقع على الارض. وفجاه لقيت ناس كتير قوي حواليا. هترجع مرشدير بالعربيه على الكباريه، وكلمك عادل بيه عشان تشوف لي حال. الكباريه اللي انت بتجيلنا فيه كل شويه، ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ هنشوف حل ان شاء الله، بس انت اهدي كده وعشان تبقي كويسه. باكينام، ورقه وقلم بسرعه. هتكتبي لي مكان الحادثه بالتفصيل، وبكره ان شاء الله تطلع على الشهر العقاري تعملي لي توكيل عام بالقضايا باسمي عشان اعرف اترفع عنك. حاضر يا باكينام. انا كتبت لك العنوان. الكباريه بقى انت عارفه يا اخويا. عارفه. تقدري تتفضلي دلوقتي واستناكي بكره بالتوكيل. ماشي. قلتك بعافيه يا زوق. اتفضلي. طيب يا ابو اليزيد، هفوت عليك بكره عشان نكمل كلامنا. ما اظنش. تحت امرك يا باشا. انا شايف انك مش ممكن تسوقي وانت في الحاله دي، يعني ممكن تعملي حادثه ثانيه. تسمحي لي اوصل لك في الحته اللي انت عايزه تروحيها؟ ايوه، بس يعني انا عربيتي اسيبها لوحدها كده؟ ما هو انا معايا السواق بتاعي، ممكن يسوق عربيتك ويمشي ورانا ووصل لك مطرح ما انت عايزه. ايوه بس انا كده يعني هعطل حضرتك ساعة. لا لا لا، انا خلصت شغلي خالص، ما وريش اي حاجة. ممكن مفتاح العربية من فضلك؟ ماشي. خلي بالك دي غالية. طيب حاضر. فعلا خرجنا بعربيته، بس ما وصلنيش على بيتي زي ما قال لي. دخلني على بار أول مرة كنت أشوف مكان زيه، استغني إني ما كنتش في وعي وكمل عليا. أنا خريجة معهد سكرتارية دفعة السنة اللي قبل اللي فاتت. حبيت واحد زميلي في المعهد، بس هو كان في سنة رابعة لما أنا دخلت المعهد. بعد ما اتخرج بسنة جيت أقدمني وطلب إيدي من أهلي، هما وافقوا عشان يرتاحوا من مصاريفي.
بعد الجواز بقى اكتشفنا المصيبة. ايه؟ طلع مالوش في الستات؟ اسحب. طلع مالوش في الرجولة ومدمن ترامادول. المهم خدني معاه الكباري اللي هو بيشتغل فيه. الأول كانت حجته قال يعني بيغير عليا وبيخاف يسيبني في البيت لوحدي طول الليل. وبعديها بشويتين اتهموه بسرقة الكيت بتاع الفرقة اللي كان بيصرفه على الهباب اللي بيبلبعه. كملي. وبعدين؟ كان مطلوب مننا نسدد 26,000 جنيه لعماد بيصاحب الكباري عشان البيت جوزي ما يتحبسش. اضطريت اشتغل في الكباري عشان اسدد المبلغ. ايه؟ تفتحي للزباين؟ اسخن شوية. رقاصة. على بال ما جينا نسدد المبلغ بقى ليا جمهور كبير قوي بقيت بكسب مبلغ محترم. البي جوزي بيستلمه كل ليلة بعد ما بقى فجأة مدير أعمال. سكتي ليه؟ كملي. وانت مالك انت بحكايتي وتشغل دماغك بيا دي اصلا؟ ما تشغليش نفسك بيا. كملي انا عايز اسمعك. ايه؟ ضيع وقت؟ مش تضيع وقت قوي. كملي كملي. انا اتعلمت حاجتين في الكباريه. اول حاجه احافظ على نفسي بنفسي عشان ما اكونش جوزي ده في حته تانية خالص مش داريان بيه. تاني حاجه اتعلمت ده عشان ينسيني صفحه الزباله اللي رماني فيها. وادينا اهو بدفع الثمن. صرت مستقبلي هتحبس. طب اشربي اشربي وانسي موضوع الحبس ده خالص. ام سو سوري. انا اسف يا مدام نجوى. العمليه اتعقدت. الولد اللي انت خبطتيه مات واهله عايزين حقه بالقانون ورافضين اي تفاهم. يعني ايه بقى؟ هتحبس؟ ما انا قلت لك ده مش هيحصل. اصبري واسمعي لغايه الاخر. كمل يا متر. الحل البديل ان نجوى رمضان تموت قبل البوليس ما يوصل لها.